من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فكثيرة هي المواقف التي تؤثر في قلب المسلم، وتكاد تعقد لسانه عن أن يتكلم، فضلا عن أن يتكلم بما يوافق الحق. ولكن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فكان لابد من القول ولا بد من البيان، إبراء للذمة ومشاركة في المصاب، وبيانا للحق والصواب. فقد تكلم الكثيرون وتألم الأكثرون، وخرج بالمسيرات والمظاهرات العديدون، حتى الفساق والكافرون. فكان لابد للعلم من كلمة، وقد لا تكون الكلمة بالعلم مرضية للكثيرين، لكن حسبنا أننا نقولها ونحن نرضي بها رب العالمين، حسبنا أننا نقولها دون شد ولا جد ولا ضغوط لعاطفة أو لأجندات معينة، وإنما نقولها إرضاء لله، ونقولها بيانا لواقع ما له من دافع، حتى نستفيد وقد قل المستفيد. ما يجري في غزة أكبر من الكلام، وأكثر من أن يكون موضعا يرد فيه الملام إلى زيد أو عمرو، إلى فلان أو علان. فالمصيبة واقعة، ولا تزال واقعة، وليس لها من دون الله كاشفة. لكن هذا لا ينهانا أو لا يمنعنا من أن نتأمل ونتذاكر ونتذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. وللأسف الشديد أننا نحن المسلمين كم وكم لدغنا من الجحر نفسه مرات ومرات، ليس مرة حتى لا نضم إليها أخرى، بل مرات ومرات. والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: السعيد من وعظ بغيره. ما ذكرناه في الحفرة نقوله بالموعظة. فنحن إلى الآن لم نتعظ بغيرنا، بل لم نتعظ بأنفسنا، والبلاء هو البلاء، والداء هو الداء. ويكفي أن نعرف فداحة هذا البلاء وهذا الداء أن الله سلط علينا أخس خلقه وهم اليهود، قتلة الأنبياء، والذين قالوا يد الله مغلولة، والمغضوب عليهم اليهود.
إخوان القردة والخنازير بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين لما قالت هذه الكلمة في وصفهم. سلطهم الله علينا ليس لخير فيهم وهم أهل الشر، ولكن لأننا لسنا على قدر المسؤولية، لأننا فقدنا قيمة وجودنا وسبب قيامنا، فكان هذا الذل، كان هذا الذل الذي أنذر المسلمين بشأنه رسولهم الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في قوله الشريف: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث جليل بعبارات وجيزة ومعان عالية عزيزة، لكن البعض يفهم الحديث فهما عكسيا على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، وهو الذي يتكلم في الكلام العربي الفصيح الصريح صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بعض الناس يظنون ويتوهمون أن سبب رفع الذل الجهاد، ثم لا يقيمون للجهاد أسسه ولا يضبطون له شروطه ولا يعرفون له حقوقه، فلئن وضعوا أيديهم على شيء هو أصلا ليس المراد، فإن هذا الذي ليس هو المراد لم يفهموه على وجه السداد. يظنون أن الجهاد هو سبيل رفع الذل مباشرة، وهذا خطأ. الجهاد لابد أن تكون له أرضية ينمو من خلالها ويترعرع في أنوارها ويعظم في قلوب أصحابها، وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى الدين حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الرجوع إلى الدين هو سبيل لعودة الجهاد في الأمة الذي من خلالهما يرتفع الذل عنها. أما جهاد بغير علم بغير إيمان بغير فقه بغير عقيدة صحيحة بغير مزيد من الصلة بالله بغير طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير استقامة على منهج الله بغير سداد على سبيل المؤمنين الأولين من السلف الصالحين، فهذا لن يكون جهادا، هذا ليس بجهاد، هذا محض إفساد. وإن تخيل المتخيلون ما يريدون وما يتمنون أو يشتهون، عندنا ضوابط، عندنا أصول شرعية، عندنا قواعد دينية، عندنا نصوص قرآنية ونبوية لا يجوز أن نضرب بها عرض الحائط إرضاء لعواطفنا وإذكاء لحماساتنا، فلم تولد الحماسات عبر ما يقارب 3/4 القرن من هذا الذل الضارب بأطنابه في الأمة إلا مزيدا من الويلات وإلا مزيدا من المفاسد والمنكرات. وسرعان ما ننسى، سرعان ما ننسى. اليهود هم اليهود،
مهما عملوا فينا فهذا متوقع منهم وأكثر، لأنهم قتلوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء. إذا كانوا قتلة أفضل خلق الله وهم الأنبياء، فهل سيقصرون أو يتقاعسون في قتل وتقتيل وتشريد من دونهم؟ لا. لكن مع ذلك لما هن على أنفسنا وصار دمنا رخيصا بأيدينا وأسلناه بسيوفنا باسم الإسلام والدين والوطنية والقضية، هن أكثر وأكثر، هن على الله أكثر وأكثر، وصرنا في أعين إخوان القردة والخنازير أخس وأذل، وهم أهل الخسة وأهل النذالة وأهل الذلة. لكن واقعنا ليس فيه أي بشارة خير، وللأسف لا أقول هذا تثبيطا وإنما أقوله تذكيرا. إذا أردنا أن ننفخ أنفسنا ونحن لا على شيء فهذا يزيد البلاء بلاء. يجب أن نكون على صراحة ووضوح وبيان، يجب أن نعرف أننا بسبب بعدنا عن ديننا كالريشة في مهب الريح، شئنا ما بينا. أمة الإسلام كانت رأس الأمم، وكانت سيدة العالم، وكانت الأصل الذي ينهل منه كل أهل البشرية. لم تنتشر الحضارة في أوروبا، ولا أقول أمريكا، لأن أمريكا لم يمض عليها إلا بضعة مئات، فهي يعني إنجاز التعبير بلد مرتزقة مجمعة من هنا وهناك، وبالتالي لا يقال، لا تقاس الحضارة في أمريكا، وإنما تقاس الحضارة في أوروبا وهي البلاد العريقة. نعم، لم تكن الحضارة موجودة في بلاد أوروبا طولا وعرضا إلا قبل 300 و400 سنة، وقبلها لم تكن ثمة إلا حضارة الإسلام ومدنية الإسلام وعلوم الإسلام. في الوقت الذي لم يكن يتقن اللغة قراءة وكتابة من أهل الغرب إلا القساوسة ومساعدوهم، كانت كتاتيب ومدارس أهل الإسلام وحضارات المسلمين منتشرة في السهل والواد وفي الجبل وسائر البلاد. نعم، نحن أمة شرفها الله بالعلم، ولا علم يعلي إلا علم الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا هو العلم، العلم الشريف المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا حياة لنا إلا بهذا العلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، فبالاستجابة لله ولرسوله تكون الحياة. بينما هؤلاء الذين سلطهم الله علينا بسبب بعدنا عن دينه ليكون ذلك درسا لنا نتعلمه ولا نرجع إليه لنتعلم مرة ثانية، مع أن الواقع أننا رجعنا إليه ورجع إلينا ثالثة وخامسة وعاشرة، والتاريخ المشهود الذي عشناه وعشتموه، ولا أقول قرأناه وقرأتموه، أكبر دليل على ذلك. هؤلاء المسلطون علينا ذكر الله عنهم في القرآن، قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة، جاء النص القرآني بالتنكير، لم يقل حياتي كذا، لم يقل حياتي كذا، ولم يقل على الحياة، لأن التنكير يدفع إما بالإضافة وإما بأل التعريف. فجاء النص ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة،
هم يحرصون على الحياة كيفما كانت، على حياة، حياة ذل، حياة خيانة، حياة خداع، حياة غش، حياة حيل. ومع من الحيل؟ مع الله. والحيل التي ذكرها الله عز وجل عنهم في القرآن في السبت، وذكرها عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في الشحم، متجددة إلى هذه اللحظة. أنا قرأت قبل فترة أن اليهود، أن بعض كبار الشركات اليهودية حتى لا تعطل أعمالها يوم السبت، فيوم السبت عندهم يوم مقدس، ماذا فعلت؟ برمجت المكاتب والمصاعد الأسانسير برمجة إلكترونية حتى تفتح المكاتب وحدها والمصاعد تفتح وحدها، بحيث إنهم يقولون نحن لا نعمل، نحن في عطلة، وهذه المصاعد والمحلات تفتح وحدها. هؤلاء المحتالون على الله وخابوا وخسروا. الله يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأملي لهم إن كيدي متين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر شاء من شاء وأبى من أبى ليقاتلن المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. لكن من هو عبد الله هذا؟ من هو هذا المسلم المستسلم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سينال شرف هذا الظفر وعز هذا الموقف؟ إذا نظرنا ولا نتشائم ولا نخبط، لكن نتكلم عن واقع أليم قد لا ندركه فهو أسفاء، وقد لا يدركه أبناؤنا، قد يدركه أحفادنا، لأن الأمور كما يقال مقدمات ونتائج. عندما تكون أسلحة البلاد العربية والإسلامية مستوردة من أعدائها، فهل ننتظر أن نهزمهم بأسلحتهم؟ لن يكون للأمة نصر إلا بنصرتها ربها. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. انظروا هذا الختم لهذه الآية بهذين الاسمين الجليلين لرب العالمين، إن الله لقوي عزيز. قد يكون قوي لكن ردة فعل، لكن القوي العزيز هو صاحب الحكمة وصاحب العظمة جل في علاه وعظمة في عالي سماه. إنما يجري في غزة الكلام فيه قليل، وأكثر ما نحتاجه مما نقدر عليه ومما نستطيع أن نقدمه لإخواننا وأهلينا هو الدعاء. وللأسف حتى الدعاء نبخل به، ننتظر الدعاء من الصلاة إلى الصلاة، حتى إذا دعا الشيخ نؤمن من ورائه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. من منا هب بدعائه مقبلا على ربه في سجوده أو في مجلسه في خلوته أو في جلوته يدعو لإخواننا؟ كثير من الناس يقولون إن لم يكن قولهم بلسان المقال فبلسان الحال، نراهم يزهدون بالدعاء. قل يا شيخنا نحن ندعو ولكن الضرب شغال والقصف شغال، يعني ماذا استفدنا؟ هذه إحدى أهم أسباب المصيبة التي نحن فيها، أننا نستحسر في الدعاء ولا يكون عندنا جزم ويقين باستجابة الدعاء. هذه إحدى المصائب الكبرى فينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العبادة في الهرج
كهجرة إلي. الهرج هو القتل، الناس انشغلون، وهذا العابد يخضع لربه ويسجد لمولاه يعظمه ويسأله ويدعوه. جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن في موضع الهرج والفتنة والقتل تطيش الأذهان، ولا يكون هنالك تركيز قلبي ولا عقلي، فيغفل الناس عن الدعاء، يغفلون عن الصلاة، يغفلون عن الابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولو فعلوا لاستجاب الله لهم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة الأولى مرتبة على الاستجابة الثانية. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن هذه الاستجابة الثانية من الله يجب أن تسبقها استجابة العبد لربه بطاعته والالتزام بأمره والثبات على نهجه والالتزام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هل نسيتم الدم الفلسطيني الذي ملأ شوارع غزة قبل سنة أو أكثر بقليل بيد المسلمين أنفسهم بعضهم مع بعض؟ عندما يكون الدم المسلم رخيصا إلى هذه الدرجة، وليس رخيصا في السوق العالمية، لا، إنما هو رخيص بأيدي المسلمين أنفسهم وفي بلادهم نفسها وعلى أيديهم وبأيديهم، ألا يكون هذا سببا في إطماع وفي تعظيم طمع هذا العدو الشرس المتربص أكثر وأكثر؟ يقولون إذا قتل بعضهم بعضا ومع ذلك لم يتغير شيء ولن يتغير شيء، وليقوموا بالمظاهرات وليقوموا بالمسيرات. هذا تنفيس، أصلا هذا تنفيس، يعني كويس ما في مشكلة، المهم ألا تعمل شيئا. ونحن نقول من أراد أن يعمل للعمل ضوابط وشروط وأركان وأسس، ليس فوضى. من أراد أن يفتح دكانا صغيرة في حي من الأحياء يبقى يهيئ لهذا الدكان أسابيع بل شهورا، فكيف إذا كان هنالك جهاد؟ كيف إذا كان هنالك مقاومة للأعداء؟ كيف إذا كان هنالك يعني مواجهة ومجابهة؟ الأمر ليس بهذه السهولة التي يظنها الكثيرون ويتهاون في شأنها الأكثرون. قرأت منذ أكثر من 15 سنة، أول ما بدأت مواضيع الصلح بين العرب واليهود والحلول السلمية وما أشبه من كامب ديفيد ووادي عربة وإلى آخره من قبل ومن بعد، قرأت كلمة لبعض كبار أولياء الأمور في هذا البلد الطيب، وأبرزت هذه الكلمة، لكن للأسف قد لا يكون تنبه إليها الكثير، بل قد يكون لم يتنبه لها إلا القليل. قال، وهي كلمة تدل على عمق نظر وعلى فهم دقيق وعلى إدراك عميق، قال: السلام مع اليهود سلام استراتيجي وليس سلاما أيديولوجيا. إيش يعني الأيديولوجي؟ الأيديولوجي يعني العقائدي والفكري، والاستراتيجي هو المصلحي. المصلحي يعني هذا السلام سلام مصلحة وليس سلاما عقائديا دينيا، أي يكون سببا في الفصل بين هذا العداء المتجذرة أصوله في القرآن والسنة والتاريخ بين اليهود، ولا أقول فقط المسلمين بل بين اليهود وكافة خلق الله أجمعين. وهذه المصلحة أو الاستراتيجية المشار إليها إنما يقصد بها ماذا؟ هذا الضعف الموجود فينا. يعني الآن الكل يعرف صلة أمريكا بإسرائيل،
والكل يعرف المقابل أن القمح في العالم العربي كله بيد أمريكا، والكل يعرف أن أكثر يعني مخزون استراتيجي للقمح في أكبر بلد مسلم لا يتجاوز 6 أشهر. فكان ماذا؟ نريد أن نأكل. هكذا سيفكر الناس، يريدون أن يأكلوا، لا يفكروا بقتال ولا بجهاد، لن يفكروا بأكثر من قدرتهم أنفسهم على أن يأكلوا ويشربوا. إذا كان هذا الحال على المستوى الكبير، فلننظر الحال على المستوى الأصغر في حال إخواننا في غزة. الحصار الظالم الذي ضرب عليهم منذ متى وهو قائم؟ منذ فترة ليست بالسهلة. لا طعام، لا شراب، الماء تضخه اليهود، ولا أقول إسرائيل، المال يضخه اليهود، الماء يضخه اليهود، الكهرباء يربطها اليهود، الوقود هم الذين يسمحون به، المال هم الذين يأذنون بدخوله، فضلا عن المساعدات والإعانات إلى آخره. فلما فرغوا البلد من كل ما فيه شيء من مقومات الوجود الإنساني ضربوا ضربتهم، وكانت ضربتهم بعد يعني خبث إعلامي قوي، أوهموا الناس، أوهموا المراقبين أن الضربة هذه ليست لها فائدة وأنها بعيدة وأنها لا تحصل. فكانت الضربة بدايتها في يوم السبت وهو اليوم المقدس عند اليهود، حتى تكون أبعد وأبعد عن أن يتفطن لها وأن يتذكر أمرها. الأمر ليس بالسهل. الأنفاق التي كانت المتنفس الوحيد من حيث الواقع بغض النظر عما يجري وراء ذلك، الأنفاق التي كانت هي المتنفس الوحيد للمسلمين هنا، وبعضهم يفتحون الأنفاق لمجرد التجارة، يعني ليس للأسلحة أو ما أشبه، لمجرد التجارة. لم يستغرق قصفها أكثر من 4 دقائق، بل أقل، 40 نفقا على مدار الشريط الحدودي، لم يستغرق أكثر من 4 دقائق. والله هذا لا يخيفنا ولا يرعبنا، لكن ضعفنا هو الذي يخيفنا وهو الذي يرعبنا. لذلك قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. لأن اليهود كما قلت ابتداء صفحتهم مطوية وحقيقتهم معروفة ومعلومة، لكن المشكلة فينا نحن، نحن لم نأخذ بالاعتبار حق الله في أنفسنا، فوصلنا إلى هذا الدرك من الهاوية وللأسف الشديد. ومع هذا كله يخرج رئيس حزب الله الشيعي الرافضي ليقتنص بخبثه المعهود، ليقتنص المواقف ويسرقها بخطبه المشهورة ولسانه العام. فماذا يقول؟ يقول: انظروا إلى مصر، يريد أن يؤلب أهل مصر على حكامهم. سيبوا خلي الكلام، تفضل يا حبيبي، تفضل. سيبوا خليه يا أخي، سيبوا خليه، اسمع بحكي معك، سيبوا، تفضل يا أخي، تعال تفضل. طيب شو رأيك تجلس؟ اسمع، إذا مريض الله يعافيك، وإذا صحيح بتجلس تتكلم بكلام عقل علم. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله، إن شاء الله تكون من جنود الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله، من تمك لباب السماء.
يا إخواني، هذا نموذج يعني صغير مما نعانيه من أزمة فكرية أخلاقية علمية عقلية. بغض النظر قد يكون الرجل ليس مريضا كما يقول بعض الإخوة، لكن المشكلة التي نحن فيها أكبر من أن نستوعبها عقل، أكبر من أن تستوعبها عاطفة. لذلك مثل هذا أعذره ولا يؤذيني كلامه، ولو كان كلاما يعني ليس علميا ولا منطقيا ولا عقليا، لكن ردود الأفعال يجب أن تحتمل، ولا يجوز أن نأخذ الأحكام من ردود الأفعال، لا يجوز أن نأخذ الأحكام من ردود الأفعال، ولكن علينا أن ننظر ونتأمل كما ذكر الحديث. الآن أمس قرأت كلمة يعني وقد ذكر شيئا له من ذكر أشياء. أمس اليوم في الجريدة خبر منقول عن أمس، أحد كبار قادة حركة حماس يقول لم نتضرر إلا قليلا. هذا أظن يعني أكثر الذين يسمعون ويتابعون قربوه أو سمعوه. فلنكن صرحاء ولنكن واضحين، وإن كانت الصراحة مؤلمة ومؤذية، عندما يكون القادة السياسيون والعسكريون في مخابئهم تحت الأرض، وعندما يكون عامة المسلمين العزل موجودين فوق الأرض، من الذي سيتأذى أكثر؟ من الذي سيتأذى أكثر؟ ومن الذي ستكون مصيبته أكثر وأكثر؟ يجب أن تكون المقاييس واضحة يا إخواني. نحن لسنا في درس سياسة ولا نحب السياسة، بل نقول كما قالها ذلك العالم قبل 100 سنة: نعوذ بالله من ساس ويسوس وما يشتق منهما. لكن هذا واقع لابد أن نعيشه وأن نفهمه، لابد أن نعيشه وأن نفهمه. لا نكرر المأساة ولا نكرر العاطفة الأليمة التي أودتنا إلى المهالك سنة 1978 لما قامت ثورة الخميني. قام الناس في هذا البلد عن ذكرة أبيهم يعظمون الخميني ويؤيدون الخميني، ولم يكن عارفا للخميني إلا فئة قليلة، لم يكن يسمع لها ولم يكن يؤبه لها، بل كانت يعني تدفع بالأبواب وترد بأدنى الأسباب. فظهر أن الحق مع هؤلاء القلة. حسن نصر الله، وبعضهم يسميه نصر الله وهو أقرب، ماذا فعل؟ لا يحسن إلا القول ولا يحسن إلا الخداع والتلاعب بالألفاظ. عندما أراد أن يؤلب الشعب المصري والجيش المصري ليقيم فتنة في مصر، بغض النظر عن المواقف السياسية، هذه كل بلد هو أدرى فيها، لكن عندما يطلب مثل هذا الطلب مع أنه يزعم أنه عنده صواريخه وعنده إمداداته من إيران وإلى آخره، لماذا لا يفعل شيئا والطريق مفتوحة أمامه وسالكة؟ لماذا وهو يعتبر نفسه أقوى من الدولة اللبنانية نفسها؟ هذا شيء يعني أظن الكل يعرفه ولا يخفى على أحد. إذن لماذا أنت ساكت وتطالب الآخرين بما أنت قادر عليه ولا تفعله؟ خبث جديد يريد فقط الإفساد. يعرف أن مصر شئنا أما بينا هي أكبر دولة عربية وأعظم نبض إسلامي في كل المنطقة، شاء ماذا شاء من شاء وأبى من أبى. يريد أن يجعل فتنة داخلية. هؤلاء أهل السنة، حتى لو كانوا من عامة الناس، حتى لو كان منهم من كان من أهل الفسق وإلى آخره، فوالله إن فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدع والروافض والشيعة. لأن فاسق أهل السنة يؤمن بالله ويؤمن بالرسول. هؤلاء ماذا يقول قائلهم؟ أحد كبير بل أحد كبرائهم يقول في كتاب مطبوع في لبنان طبعة رسمية معترف بها، يقول: أما الإله الذي خليفة نبيه أبو بكر فليس هذا الخليفة خليفتنا، وليس هذا النبي نبينا، وليس هذا الإله إلهنا. ماذا ننتظر من هؤلاء؟ هل سننتظر النصرة؟ هل سننتظر تأييدا؟ أم لا ننتظر منهم إلا المكر والخداع والتأليب والفتن؟
في وسائل الإعلام الخداعة اللعوبة التي تجعل الحق باطلا والباطل حقا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحرا. يجب أن نعلم أنه لا نصر للأمة إلا بأن تنصر الأمة ربها. يجب أن نعلم أنه لا نصر للأمة إلا بأن تتوحد الأمة حتى لا يذهب ريحها. يجب أن نعلم أنه لا نصر للأمة إلا إذا كانت عقيدتها عقيدة رسول الله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. لا نصر للأمة إلا أن يعرفوا عدوهم الداخلي قبل أن يعرفوا عدوهم الخارجي. الشيعة الذين يتغنون ويجعلون الكلام عن فلسطين والقدس هم لا يعترفون أن المسجد الأقصى هذا هو المسجد الأقصى. تعرفون هذا؟ المسجد الأقصى في عقائد الشيعة المفطرة في كتبهم ليس هو هذا. المسجد الأقصى في السماء، عندهم مسجد أقصى آخر، طالما عندهم رب آخر وإله آخر ونبي آخر وحتى يوم عرفة آخر وعيد آخر ورمضان آخر. هذا الدين ليس هذا الدين، هذا الدين ليس هذا الدين. لماذا لا؟ يعني البدهيات يجب أن لا يناقش فيها، لكن في زمان الجهل والتجهيل والتجاهل والظلم يجب أن يذكر بهذه الأسس وأن ينبه على هذه البدهيات. ورحم الله من قال: توضيح الواضحات من المشكلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما أعانني الله عليه، كلمة ليس لي فيها إلا ما وفقني الله عز وجل له، فما أصبت فيه فمن الله، وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كرب إخواننا في غزة، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يخذل عدوهم، وأن يكبت عدوهم، وأن يكون الله عز وجل لهم وأن لا يكون عليهم. ونسأله سبحانه وتعالى عاجلا غير آجل أن يفرج ما هم فيه، إنه قوي مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.